السؤال: ما شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بالنسبة لشرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس شركا في الربوبية، لأن القرآن الكريم يدل على أنهم إنما كانوا يشركون في العبادة فقط، أما في الربوبية فيؤمنون بأن الله وحده هو الرب، وأنه مجيب دعوة المضطرين، وأنه هو الذي يكشف السوء، إلى غير ذلك مما ذكر الله عنهم من إقرارهم بربوبية الله عز وجل وحده. ولكنهم كانوا مشركين بالعبادة، يعبدون غير الله معه، وهذا شرك مخرج عن الملة، لأن التوحيد هو عبارة حسب دلالة اللفظ عن جعل الشيء واحدا، والله تبارك وتعالى له حقوق يجب أن يفرد بها، وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقوق ملك، حقوق عبادة، حقوق أسماء وصفات. ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فالمشركون إنما أشركوا في هذا القسم، قسم العبادة، حيث كانوا يعبدون مع الله غيره، وقد قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي في عبادته. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى في سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقولي في سورة الإخلاص يعني إخلاص العمل، فهي سورة إخلاص العمل، وإن كانت تسمى سورة الكافرون، لكنها في الحقيقة سورة إخلاص عملي، كما أن سورة قل هو الله أحد سورة إخلاص علمي وعقيدة. والله الموفق.